هي فوضى يعرفها تقاطع السكة الحديدية للترامواي مع ممرات الراجلين والطريق الخاص بالسيارات والشاحنات هنا بالحي المحمدي. غياب تام للحواجز السلامة، خصوصا أن المنطقة تعتبر من أكبر التجمعات السكنية بالدار البيضاء، وضع يجعل الكثير يبدي تخوفه من وقوع حوادث مميتة. الدراري كيدوزو فيه سميتو فيه هنايا كيطوموبيل موطور ما كيحترموش، دي من ولادنا حنا خايفين على ولادنا. السكة ديال الترام قريبة جدا من الساكنة، من الساكنة القاطنة بسيتي بلاطو، وهذا كيشكل خطر على الأطفال بشكل كبير بشكل كبير، خاص توعية. هنا بسيتي بلاطو تم الشروع في وضع حواجز السلامة على طول 2000 متر، الهدف تفادي وقوع حوادث في صفوف أطفال لا يفصل بين سكة الترامواي ومقر سكنهم إلا أمتار قليلة. غنديروها في الحي المحمدي في كل شارع عليعتا، في شارع افياتور فيتاليس، وكذلك غنعملوها في شارع بانوراميك. كنلاحظوا بان هاد الاماكن هذا كيكون وجود ديال الاطفال وديال المارين اللي كيكونوا في لابلاتفورم وبالقرب من المنازل ديالهم. بالنسبه للراجلين غادي نخليو لهم الممرات الخاصه بالراجلين اللي هما فيهم علامات ديال التشوار اللي مفتوحين على مسافه ديال 3 الأمتار ونصف. هي مشاريع تواكب انطلاقة الترامواي البيضاء الذي يراهن على تحقيق هدفين أساسيين: نقل أكبر عدد من الركاب في زمن معقول، والهدف الثاني ضمان رحلات يومية بدون حوادث.